الرقم وصل لتسعة مليون درهم. تسعة مليون درهم علشان نبني مستشفى الدكتور مجدي يعقوب لأمراض القلب. اشتغلت كتير في مشاريع لجمع أموال. بصراحة الواحد بيجيله مفاجآت، ما بيبقاش عارف رقم الأمل النهائي. نحن الآن تسعة مليون درهم. نرحب الآن برائد الأمل الأستاذ مشعل كانو، يشرفنا على المسرح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني أن أشكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حفظ الله وجميع الحضور الكرام، ونتوجه بالشكر للجميع القائمين على مبادرة صناع الأمل والداعمين لها، ونتشرف في دولة الإمارات بمتابعة مسيرة حكامنا بأن نكون سباقين بدعم الأعمال الخيرية والإنسانية، وسنواصل معهم حمراي دعم العمل الخيري والإنساني إن شاء الله. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فالمولى سبحانه وتعالى يستقبل أفعال الخير بمضاعفتها لما لها من تأثير في تقوية أسس المجتمع، وذلك لأن فاعل الخير يعمل على بناء مجتمع متكامل، ونحن نساهم بدورنا في دعم بناء مركز مجدي يعقوب العالمي الخيري الجديد لعلاج الأمراض القلب في مصر، لتسهيل الرعاية الصحية للكثير من مرضى القلب في العالم العربي. سائل المولى عز وجل أن يوفقهم ويسدد خطاهم. وآخر دعوانا أن أذكر الناس قبل أي شيء، الأمل من صاحب الأمل، وصاحب الأمل أولاً وآخراً رب العالمين. وفرصة لنا من اتباع رؤسائنا وقادتنا على أن نفعل العمل الخيري للجميع، ورب يوفقنا إن شاء الله كلنا إلى ما يحب ويرضى إن شاء الله. جزاك الله خير. والمبلغ إن شاء الله 3 مليون. 3 مليون درهم مشعل كانو، 12 مليون درهم أهل الإمارات وأهل الخير لمستشفى تبنى في مصر. 12 مليون درهم.